بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم فهد النيع، مهندس مستودعات في دائرة التسويق المحلي. تم انضمامي إلى شركة الكين بي سي في سنة 2016، ومن أهم الإنجازات اللي أنا فخور فيها أني ساهمت في تشغيل مشروع توسعة مستودع الأحمدي، وكذلك توفير ما يقارب 40,000 دينار عن طريق تغيير آلية غسيل الخزانات. وعلى الصعيد الشخصي أحب أمارس بعض الهوايات مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وهذه الهواية مستمرة معي من 2009. وأنا فخور جداً أني شاركت كمدير تصوير للفيلم الوثائقي الشهيد الحي الحائز على ثاني أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الكويت السينمائي الثالث، وأيضاً شاركت بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة في تصوير بعض الفعاليات وأصول الشركة مثل محطات الكين بي سي الجديدة ومستودع كافكو الجديد معداتهم داخل مطار الكويت. وأنا فخور أن تم استخدام هذه الصور في العديد من المنشورات الخاصة بالشركة. ولله الحمد أنا فخور جداً أن تم تكريمي من قبل مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام ومدير العام لكافكو ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات التزويد بالوقود. وفي الختام أحب أشكر جميع من ساعدني لتحقيق العديد من الإنجازات، وأنا فخور جداً في العمل بين أسرة الكين بي سي، وإن شاء الله نحقق إنجازات أكثر في المستقبل.